قد فكرت تستغل هوايتك وتحولها لمدخول إضافي؟ طيب قد حلمت إن هالمدخول الإضافي يتحول لمشروع تجاري؟ طيب قد تخيلت إن هالمشروع التجاري يخليك تفتك من عالم الوظيفة ويتحول لبزنسك ومستقبلك؟ الطبخ هواية كثير من السعوديين يجيدونها، لكن يا ترى نقدر نحولها إلى مشروع؟ الأكل الشعبي من الأشياء الثرية في ثقافتنا بالمملكة العربية السعودية، بل أطباقنا السعودية التقليدية متنوعة وكثيرة على اختلاف وتنوع مناطقنا. عندك الكبسة والحنيذ والعريكة والخبز الحمر والسليق وغيرها الكثير، وشبابنا وشاباتنا في فن الطبخ ما نقدر نقول فيهم شيء، يا عندهم لمسات احترافية. ولهالسبب تلاقي الكثير من المطاعم الشعبية منتشرة مو بس في السعودية بل تقريبا في كل بقعة بالعالم، وهذا يرجع لسببين: جودة أطباقنا والربحية العالية لمثل هالمشاريع. وكالعادة فريقنا ما يقتنع إلا بالحقائق والأرقام، وسوينا دراسة جدوى سريعة لإنشاء مشروع مطعم شعبي بسيط جدا وصغير. النتيجة والله يا كانت صادمة يا جماعة. حنا نتكلم في السنة الأولى لو اشتغلت ب 80% بس من طاقة المشروع يوصل دخلك الشهري لأكثر من 27,000 ريال، ولو المشروع استمر ووصلت لكامل طاقتك التشغيلية دخلك الشهري راح يوصل لأكثر من 40,000 ريال، يعني منجم ذهب. قررنا نغوص في تفاصيل هالنشاط لين وصلنا لمدربنا اليوم خالد بن إبراهيم المعيوف. اي نعم، أخو حارس الهلال والمنتخب السعودي عبدالله المعيوف. خالد من مواليد الثمانينات وهو مؤسس مطعم تراثنا في الرياض بالشراكة مع أخوانا محمد وعبدالله. بس قبل كل شيء، ليش أخو عبدالله دعمه وموله في تأسيس هالمشروع؟ يعني أخوي يحب طبخي مرة، بالذات المندي، وطبعا مو هو بس الحالة، جميع اللاعبين، يمكن 15 لاعب طبخت لهم في المخيم تقريبا قبل سنتين كلهم أدمنوا علي. يعني تخيل لدرجة أنه قلنا بنطلع مرة ثانية، طلعوا مرة ثانية قال في خالد موجود، قلت إيه وأنا هو الواحد أكيد طبعا. فعشان كذا بالعكس أنا أتشرف فيهم، وبالعكس أنهم يحبون طبخي، يعني هنا إلى درجة أنهم يدقون علي يقولون لي متى تجي تطبخ. أي والله لعيبة نادي الهلال يعرفون خالد تمام المعرفة، وحتى زباينه، وياما الناس ذاقت من طبخه وأثنت. بس من وين اكتسب خالد هالموهبة والفن؟ كيف كانت البداية؟ الحمد لله هذه أخذت الأشياء من الوالد، تعلمنا عليها منذ الصغر، كنا نطلع معي للبر وكذا، فبدينا أن كل ما جاي يطبخ لازم نجي عنده ونشوف إيش يسوي إيش ما يسوي، كيف يحط البصل، كيف يحط البهارات، متى يحط الموية، متى يحط الرز. طبعا لازم تخمر الرز عشان يطلع كويس، يعني ما يطلع قاسي مرة. فالحمد لله بدينا، وكل ما سافرت القصيم عند العيال عند شباب في الاستراحة أطبخ، وبديت أني أطمح أن يكون عندي مطعم، عندي يعني طاقم أبدأ احتويه، أبدأ علم الطبخ، أبدأ أتوسع. فالحمد لله مشت هذه، وجاني دعم الحمد لله من أخوي ففتح لي المطعم وقال لي انطلق. هذه بداية مشوارك. درست تقريبا يمكن أنا أعمل بالمجال الطبخ 12 سنة كطبخ، يعني الحمد لله، وكل سنة عن سنة تفرق معي الحمد لله، كطعم، كجودة، كمدح الناس لي، كان الناس يتصلون علي والله يقولوا لي تعال نبي نذوق طبخك، نبي نذوق طبخك. والله أفضل طبخة عندي بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي حولي كلهم، لذا طبعا عندي طبختين مو بطبخة واحدة: المندي اللحم طبعا الذبيحة كاملة، والمضغوط حاشي، هذه أنا أتميز فيها الحمد لله. خالد فخور جدا بكونه شيف سعودي ويملك مطعم يقدم الأكلات الشعبية، وقبل التصوير كان يقول لنا قد إيش الدخل عالي في مثل هالأنشطة لو تميزت فيها. بدورنا كان لازم نسأله: لو نعرض عليك وظيفة براتب 15,000 ريال شهري تترك؟ مستحيل أني أنا أقبل فيها، أنا هنا أكثر أدخل من 15,000 الحمد لله.
الله يزيدك ويبارك لك في رزقك يا خالد، قولوا آمين. والدروس تتكرر في مسألة أنك لو اشتغلت في شغفك بإذن الله راح تبدع. ومن هنا بدت رحلة البحث عن المتدرب الأنسب لهالتجربة، وبشركم حصلناه. نايف نبيل عمره 20 سنة وطالب علوم إدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نايف عنده شغفين رئيسيين، الأول في الاقتصاد وهذا السبب اللي دفع لدراستها، والشغف الثاني الطبخ وهذا السبب اللي دفع أنه يشاركنا في هالتجربة. بس نظرته للتجربة كانت مختلفة، واهتمامه فيها كنشاط تجاري كان جدا واضح. يا ترى ليش؟ في الفترة الأخيرة بديت أقرأ أو أركز على مجال الطبخ، لأن مجال الطبخ داخل في مجال المطاعم، داخل في عالم البزنس بشكل عام، وخاصة إحنا داخلين الحين في اقتصاد مزدهر خاصة مع رؤية 2030. وأنا الحين شغال على أني قاعد أتعلم الطبخ بشكل أكثر، بشكل تفصيل، بشكل جاد، على أساس إن شاء الله مستقبلا يصير مشروع مربح ماديا ويكبر مع الأيام. يعني أنا صراحة مبدع في الحلا، أحب الحلا دائما في البيت، تخصصي حلا، تخصص نايف الحلا. بحكم اطلاعه في مجال الاقتصاد سألناه كيف تشوف مجال المطاعم والبزنس حقها في السعودية؟ مجال الأكل في السعودية ومجال المطاعم مجال مفتوح ومجال جدا مطلوب، خاصة يعني قاعدين نشوف مطاعم قاعدة تجي بشكل مهول، وما جو أكيد إلا إذا شافوا طلب كبير على هالمجال. فعشان كذا صراحة ود يعني الأهم والأبدى أن عيال البلد يدخلون عشان ينشرون يعني شوي الأسرار الطبخة هذه للعالم الخارجي أو برا، لأن إحنا قاعدين توصلنا أكلات برا هنا في السعودية، وإحنا الأكلة الرئيسية حقتنا للحين ما وصلناها بالشكل المطلوب. يبدو واضح إنه قصتنا لليوم بتكون طبخة تجمع الأكل والبزنس، وتواعدنا أنا ونايف مع الشيف خالد حتى نزوره في المطعم وتبدأ جولة التدريب. تتوقعون عاشق الحلا نايف بيقدر ينجح في تجربة طبخ الأكلات الشعبية؟ شاركونا برايكم وورونا إبداعاتكم في مجال الطبخ على هاشتاج نقدر، لأن بعد الفاصل التدريب راح نبدأ. قبل ما ندخل المطبخ، أول ما ندخل المطبخ لازم عندنا الجلافز هذا، ولازم عشان قبل الفاصل ربطنا نايف بالشيف خالد، ومباشرة بدون ما يضيعون أي ثانية اتجهوا مباشرة للمطبخ وصاروا جاهزين يبدون الشغل. أما نايف داهم الشيف خالد مباشرة بالأسئلة الاقتصادية والتجارية. الحين الأفران هذه والثلاجات هذه والمعدات هذه الكثيرة هذه كلها كم تكلف تقريبا؟ بشكل تقريبي تكلف على حسب انت من وين بتجيبها وكيف جودتها. لو بنجيبها من الصين ايوه على حسب. يا سلام عليك، على حسب جودتها بالضبط. اذا جودتها كويسه تختلف في اسعار كثيره، واكيد على حسب حجم المحل انت كم محلك طبعا. يعني ما شاء الله كبير فلازم انك توفر على شيء. طيب الحين انا بسالك المكان هذا وش نقدر نسوي فيه؟ هذا المكان، هذا المكان مضغوط دجاج مضغوط بس اي اللي هو كله مع بعض. المندي له مكان ثاني؟ ايوه المكان اي بالضبط مخصص. لا مكان مخصص هذا المندي بس. يعني انا استفيد منك بنقطه ان المضغوط ما يقدر اطبخ فيه نفس قدر المندي. اي ما تقدر. طيب انا بغيت اسالك الحين بالنسبه للمواد الاساسيه، الرز، الدجاج، البهارات، الخضار، يعني هذه من وين تجيبها؟ كيف توصل الرز؟ طبعا لازم اوفر لي عندي، ما عندي شركه مندوب طبعا يوفر لي الرز بشكل يعني مثلا بالشهر اخذ 80 كيس 90 كيس في الشهر. حلو. الخضار نفس النظام فريش بشكل يومي، اروح لسوق الخضار اجيب يعني بنظرتي انا اجيب الخضار وانقيها بيدي. طبعا البهارات وما البهارات والاشياء هذه والمواد الغذائيه طبعا هذه اجيبها من اماكن يعني عليه بسعر الجمله، يعني عشان بحيث انه ايش اطلع راس مالي. مستحيل اني انا بشتري من مكان مثلا من بقاله اروح اشتري مثلا بصل واشتري مثلا بهارات واشتري، لا كذا انا خسران. فلازم اجيب من اسعار الجمله عشان اطلع ربح. اكيد.
تكلفه. اي قولي وش تكاليف المطعم؟ انا ابي افتح مطعم. تكاليف كل جزء له سعره. يعني عندك المواد اللي هي المستهلكه مثل القصدير، مثل الصحون السفري، مثل اشياء كثيره، هذه لها اسعار، اسعار مدى حلو. يعني تكلفني في الشهر تقريبا 4000 الى 5000 ريال تقريبا، هذه المواد المستهلكه. عندي الاشياء الثانيه مثل الدجاج، هذا بشكل يومي اطلبه، لازم اطلبه بشكل يومي. عندك البهارات برضو نفس النظام، اتعامل مع محامص وتعامل مع متخصصين للبهارات. طبعا انت قاعد تجيب الدجاج بشكل يومي عشان بالنهايه طبعًا العميل يخوض تجربه اكل شعبي لذيذ. يا سلام عليك، فريش بالضبط. اي انا ما عندي الا فريش، بالعكس انا يوميا تجيني السياره تنزل لي دجاج، ما اخلي شيء لبكره، تنزل لي باليوم ابيعه كله الحمد لله. طيب شيف خالد، انا بغيت اسال بعد هالكلام وهالمعلومات المثيره صراحه، وش تبي تعلمنا اليوم؟ بعلمك المضغوط، ما عليك يلا بذوق شيء حب قلبك. بعد ما نايف استهلك رصيد اسئلته بالكامل الحمد لله، صار مستعد انه يتعلم فن طبخ المضغوط، وهذه واحده من الاطباق اللي اشتهر فيها الشيف خالد. البداية طبعا كانت مع تقطيع البصل والثوم وتحميسهم في القدر، وبدأوا يضيفون البهارات والخلطة السرية الخاصة بالطبخة، ومن بعدها بدينا شغل تقطيع الدجاج. الشيف خالد كان حريص انه ما يسوي اي شيء بيده قدر المستطاع، لانه يبي يترك نايف يتعلم بنفسه بس تحت اشرافه وتوجيه. طبعا نذوق الملح كذا بالطريقة هذه، توه لازم الموية تغلي عشان تعطينا طعم الملح، عشان تعطينا الطعم الحقيقي للكمية. أيوة اللي حطيناها. سلام عليك. طيب شيف خالد، الكمية هذه اللي حنا حطيناها يعني. أيوة. كيف أعرف هذا تكفي 2 3 4 5؟ وعلى حسب الرز اللي عندك. الدجاج طبعا معروف كم كل واحد يأكل بالعادة. أنت كم تأكل دجاجة؟ أنا أكل بالعادة يعني نص نص. خلاص هذه يعني 4 انصاص تقريبا، معدل 5 اشخاص الى 7 اشخاص، من 5 الى 7. أيوة. دجاجتين عادي يعني. الحين نكتمه. الحين يعتبر الدجاج استوى تقريبا. اي يعني تو. كيف اعرف انه استوى؟ مو بالحين، لين يبدا يدور البلف. اي هذه علامه على انه خلاص. ايوه يا سلام عليك، اذا دار تحسب له 15 دقيقة هو لسه للحين ما دار. ايوه لين يدور هذا البلف، لين يطلع صوت كذا. خلال فترة انتظارنا للدجاج حتى يستوي، بدأ شغل تحضير الرز، لكن عقل نايف لا زال متعلق بالبزنس. شيف خالد، أنا بسألك الحين، الشغلة هذا أو المشروع هذا حلو، هل هو يدخل لي مشروع؟ هل هو عفوا يدخل لي فلوس؟ اكيد مشروع؟ طبعا هذا بعد ان شاء الله، بعد اذا انت تتميزت في طبخك والناس عرفوك وبديت تنتشر في السوشيال ميديا وفي كل مكان، بالعكس سوقت لنفسك. ايوه يا سلام عليك، بالعكس تفتح بيت، تتزوج، تكون اسره، ممكن تفتح لك بزنس ثاني، مشروع ثاني، بس دائما انت لا تتشتت، خليك في مشروع مجال الطبخ، طبخ طبخ. يعني مو مستحيل انك تفتح مطعم تفتح كافي. استفيد منك انك اذا انت تحب الطبخ ادخل في الطبخ، انت مالك في الطبخ مو لازم انك تفتح مشروع مطعم. صح، مشروع مو مناسب لك. والله يا نايف يا انك جوعتنا من كثر ما سالت، وحنا ننتظر بذل مضغوط يخلص. لكن الحمد لله عقب ما خلصت اسئلتك جاء وقت المرحله الاخيره، نضيف الرز للطبخه، وعلى ما يخلصون هالمرحله بنطلع الفاصل ونرجع من بعدها نشوف النتيجه النهائيه. هيك على طبختك. يلا يلا افتح. بسم الله. قبل الفاصل نايف أنجز كل مراحل الطبخة وصار باقي بس إنها تستوي، والحين وصلنا للحظة اللي انتظرناها كلها واللي انتظرها نايف، يبي يشوف مدى جودة الطبخة.
شيك على طبختك. يلا يلا افتح. بسم الله. شيك على طبختك الحين وشوف طبختك. انا من الريحه من الريحه أشوف. انا متحمس اشوف أيه انك اشوف انها مره حلوه. ايه امورك مستنين طعمها لذيذة بعد هذه من الريحة. ان شاء الله عقبال نذوق الطبخة الحين ونشوفك ان شاء الله جنبنا فاتح لك فرع. يلا نصير ننافسكم. يلا بالعكس ان شاء الله بكره تفتح فرع ليش لا. الله يجوني. خلاص نفس الطريقة. ايوه لا عكس. ايوه يا سلام عليك. يا سلام يا سلام يا حس كاين لك خلاص. هذه الريحه الزينه اللي نبيها. ايه الحين نبغى الملعقه بس. دوب. رهيب صدق والله رهيب. شفت شلون لانك ما شاء الله عند لمساتك هذه عشان كذا طلع رهيب. يلا الحين نحطه نبي نحطه في الصحن. يلا عمك ناخذه كله نحطه في الصحن. أيوة. يلا بسم الله. عاد صراحه انا اول مره بس لا امسكه مسك عادي. لا امسكه مسك عادي بعدين اقلب الحين. يلا انا خاف اجيب العيد صراحه. لا لا ما عليك ما انت بجايب العيد. قلبته واحده ولا كذا بشكل تدريجي ولا انت بتساعدني احسن. يلا يلا سلام عليك بطل. هذه أول قلبة 2020 سجلوها. خلاص هذه تتسجل. علمك أنا هنا في اللي تحت هذا طبعاً في ناس تحبه. أيوة ذوق طبخك الحين. ها كيف الطبخ؟ كيف طبخك؟ روعة والله روعة قليلة. هذا اللي أنا أبغاه. جميل جداً. الحين خلاص نقصر الحين. فنان والله رهيب. شكرا طبخك. العفو يا حبيبي. شكرا شكرا انك علمتني. يعني جيت معي بالخطوات صراحه. اول شيء طلعت الحبه مره حلوه. أيه. حبه الرز نثري المعتاد الناس اللي تاكله هذا اهم شيء انه طلع نثري. هذا يعني كذا النتيجه تعتبر 10 على 10 فعلا. 10 على 10 فعلا فعلا. هذه خلاص الحين جاهز نقول لهم حياكم الله. يلا يلا. حلوة بس إلا يا رجل روعة سألوني أنا ذايقها. بس الحين جاء الدور للمرحلة الأخيرة اللي هي التغليف ومن بعدها نتهنى بعشاء ما مثله. لكن قبل العشاء كان لازم نسأل نايف وش رأيك في التجربة اللي سويتها. طبعا كانت أول تجربة طبخ لي اليوم. طبخنا مضغوط لله الحمد. كانت تجربة حلوة ممتعة نفس الوقت مفيدة استفدنا. كنت شغوف أني أعرف كيف آلية الطبخ في المطاعم كيف إجراءاتها واستعداداتها قبل وبعد. الحمد لله طبخنا ويعني طلعنا نتائج حلوة كأول مرة الحمد لله. يعني والله يا نايف اليوم سعادتنا كانت دبل. السبب الأول أننا نطحنا فالنا بمضغوط يحب قلبك، والسبب الثاني أنك أتقنت واستفدت من هالجولة التدريبية. لكن بعد كل هذا اللي صار يا ترى وش هي خطوتك الجاية؟ أنا ممكن أني أبدأ في مشروع المطابخ والمطاعم كبزنس لأن في النهاية هذا مشروعي الجامعي. أنا تخصصي تمويل واستثمار وهذا داخل في مجال دراستي اللي أنا أروح له كل يوم. وحنا إن شاء الله موعودين في يعني مستقبل مزدهر اقتصادياً خاصة مع رؤية 2030 والمطاعم تلعب دور كبير بالشيء هذا. سألناه كمان عن رأيه في الشيف خالد كمدرب. أما رد نايف كان جاهز 10 من 10 بدون مجاملة. أقيم الشيف خالد 10 من 10. بكل أمانة تعلمت منه كثير أشياء. يكفي أني دخلت مطبخة هذا الشيء يعتبر شرف كبير بالنسبة لي وأني تعلمت منه. وأنت بعد 10 من 10 خاصة حماسك اللي لمسناه كلنا منك ورغبتك في أنك تنشئ بزنسك الخاص في قطاع المطاعم. وهنا جاء دور الشيف خالد اللي حرص أنه ما يختم جولة التدريب اليوم إلا وهو معطي نصيحة لكل شاب وشابة حابين يدخلون هالنشاط التجاري.
أقدم نصيحتي للشاب والشابات بخصوص أنه يكون عنده مطعم زي كذا، بالعكس أنه يبدأ يعني يصير جودة الطعم عنده مرة كويسة، هذا شيء واحد، وبالعكس أنه ينشر مقاطع في كل مكان ويتعلم، حتى لو يفتح له مكان يعني جزء في البيت أو شيء ويتعلم منه، بعدين يبدأ وهو يوزع لنفسه في الانستغرام في التواصل الاجتماعي عامة يعني. فبالعكس الله يوفقكم إن شاء الله، وأتمنى لكم كل خير. مرة إضافية، السعودي أثبت أنه يقدر. وعلى فكرة يا جماعة، ترى الشيف خالد المعيوف هو مجرد مثال بسيط لشاب سعودي صمل على موضوع تحقيق أحلامه وتحويل هوايته وشغفه إلى بزنس ومدخول يبني فيه مستقبله. وبالنسبة لنايف نبيل، هو أيضاً مجرد شاب سعودي آخر قرر أنه يجرب ويخوض التجربة ونجح. واليوم مع التسهيلات الحكومية اللي موجودة، تحويل حلمك إلى مشروع تجاري صار سهل، وما عاد لك عندك أي عذر. كيف يكون عندك عذر وانت قادر تبدأ من البيت ولا من الاستراحة وتستفيد من وسائل التواصل وتسوق شغلك بأقل التكاليف؟ كيف تبي تتعذر بقل الفلوس وانت عندك بنك التنمية الاجتماعية اللي مستعدين يمولونك لين 300,000 ريال؟ يا رجل حتى لو تبيها كوظيفة، ترى قطاع الفنادق والمطاعم مدعوم من الرؤية وجالس ينمو بشكل سريع، بل حتى ممكن انك تاخذ دبلوم فن الطهي بكلية السياحة والفندقة بالرياض. مدة الدراسة عندهم 3 سنوات وتاخذ مكافأة 1,000 ريال شهري. وتخيل لو وقعت عقد مع مطعم أو فندق للتوظيف بعد نهاية التدريس، راح تحصل على مكافأة إضافية بقيمة 1,000 ريال شهري غير الراتب. وبالنهاية خلني أقول لك شيء، هل هو عيب أنك تزيد مدخولك؟ فكر فيها. تصبحون على خير. أنا نايف نبيل، واليوم جربت مهنة الطبخ وقدرت، وإنت بعد تقدر.